جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: فتاة نذرت أن تصوم شهرا نافلة إذا شفيت أمها من مرض السكري، وشفيت أمها لفترة ثم عاد لها المرض وأصابها مرة أخرى، هل عليها صيام ذلك الشهر؟ حسب نيتها، إن كانت نوت أنها إذا شفيت شفاء مستمرا فإنها تصوم شهرا، ولكن لم تشف شفاء مستمرا فلا يلزمها شيء لأنه لم يحصل الشرط. أما إذا كانت نذرت وأطلقت، قالت: إن شر الله والدتي لأصومن شهرا ثم شفيت، فإنه يلزمها صيام الشهر ولو عاد المرض بعد ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا نذر طاعة معلق على شرط وقد حصل. نعم.